السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب النهاردة موقع لربح عملة الروبل. الموقع يعتبر استثماري، بتودع هنا المبلغ، بتحط محفظة البير وتودع المبلغ، الموقع بيبدأ يعدل لك عليها. هنعمل إثبات سحب الموقع يا شباب. أنا كنت أودعت فيه 10 روبل، النهاردة أعمل له إثبات سحب ب6 روبل وشوية. زي ما انتوا شايفين يا شباب دي إحصائية الموقع. هنيجي هنا نحط رقم محفظة البير ونعمل تسجيل دخول. طريقة الشغل يا شباب ان انت بتودع اي مبلغ، بعد ما بتسجل بتحط هنا المبلغ وتعمل زيادة رصيد. الرصيد بيظهر بالشكل اللي قدامنا دوت. بعد كده الارباح بتضاف لك كل يوم هنا، تمام. هنا دي مكافأة يومية بتحصل عليها، بتضاف لك هنا في الرصيد الوديعة بتاعتك، وبعد كده بتاخد منه ارباح مع الايداع اليومي مع السحب اليومي، وده هنا بتجمع ارباحك بتضاف لك برضو هنا. يعني انت عليك كل يوم تخش او كل فترة تخش تجمع وتاخد المكافأة كل ساعة. دي شغلتك هتبقى في الموقع بعد الايداع. دلوقتي هنعمل اثبات سحب بالمبلغ اللي قدامنا ده. هنحط المبلغ هنا وهنيجي نخش على البير. اخر حاجة عندنا 8 روبل 91 سنت، وهنعمل طلب سحب. اهو يا شباب كده رصيد اتشال اهو، وكده الموقع يعتبر دفع، تمام. اهو هنا لو ترجمنا كده باللغة العربية دفع اموال، دفع 6، وهنا استلام، هنا الايداع بتاعي 10. اهو يا شباب هنخش على البير ونعمل ريفريش. اهو يا شباب السحب وصل 6 روبل و28 سنت. وبكده يا شباب الموقع صادق. اللي حابب يشتغل عليه يا شباب يشتغل. اهو يا شباب هنا كده السحب، يعني هنا الايداع، هنا الاموال اللي بتضاف لك، هنا السحوبات، هنا مكافأة بتاخدها يومية، وهنا بتجمع ارباحك كل ما تخش على الموقع، ومن هنا بتقدر تحط اموالك وتسحبها. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.